يواصل معبر رفح البري من الجانب المصري فتح أبوابه لإنفاذ المساعدات الإنسانية عبر منفذ كرم أبو سالم، والتي تقوم مصر بتجهيزها يوميا. جهزت مصر العديد من شاحنات المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى شاحنات الوقود. المزيد مع محمود جميل مراسل التلفزيون المصري من رفح. نجدد الترحيب بحضراتكم من أمام بوابة معبر رفح البري. هذه شاحنات الوقود عادت مجددا إلى ساحة معبر رفح البري، لكن علمنا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي في منفذ كرم أبو سالم لم تقبل سوى 4 شاحنات للغاز فقط، لكن نتحدث عن 8 شاحنات للسولار عادت كما هي محملة بالمواد البترولية الخاصة بها دون أن تفرغ حمولتها في منفذ كرم أبو سالم. هذا يأتي ضمن الإجراءات التعنتية التي لا زال يقدمها الاحتلال الإسرائيلي في منع دخول أكبر عدد من شاحنات الوقود، على الرغم من أن مصر جهزت عدد كبير من شاحنات الوقود اليوم 12 شاحنة وقود، لكن عادت شاحنات السولار كما هي دون أن تفرغ حمولتها، بالإضافة إلى أن هناك أيضا بعض الشاحنات المحملة ببعض المواد الغذائية التي عادت، بعض المواد الإعاشة عفوا التي عادت كما هي دون أن تفرغ حمولتها، لكن هناك عدد أيضا من الشاحنات التي أفرغت حمولتها داخل منفذ كرم أبو سالم. نتحدث عن 182 شاحنة دخلوا بالفعل منذ صباح هذا اليوم. فبالتأكيد مصر لا تدخر جهدا في تجهيز كل هذه المساعدات شاحنات الوقود، لكن يتبقى على الجانب الإسرائيلي أن ينهي هذه الإجراءات التي تعرقل دخول المساعدات نظرا للكوارث الصحية وأيضا الكوارث الإنسانية الموجودة في قطاع غزة، والتي ليست فقط كوارث إنسانية، ولكن هناك كوارث بيئية أيضا تحدثت عنها منظمة الأونروا اليوم بأن هناك أكثر من 330 ألف طن من النفايات في المناطق المأهولة بالسكان، فبالتالي يخلف بعض الكوارث الصحية، فلا بد من إدخال المساعدات الخاصة بمواد النظافة الشخصية والإمدادات الطبية. على الصعيد الميداني لازالت الأوضاع هادئة في مدينة رفح الفلسطينية منذ صباح هذا اليوم بالقرب من معبر رفح من الجانب الفلسطيني، لكن الصحة الفلسطينية أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي خلال ال 24 ساعة الماضية ارتكب ثلاث مجازر كلفت 30 شهيد بالإضافة إلى 105 من المصابين والجرحى. على أي حال مصر لازالت تواصل جهودها في إنفاذ أكبر عدد من المساعدات الإنسانية والوصول إلى وقف إطلاق نار كامل داخل قطاع غزة. هذه هي الصورة، والآن أعود إليكم في الاستوديو مرة أخرى.